بتنفذ ايش؟ ها؟ بتنفذ بتنفذ صح اي بس هذا يا احكام رياضيه. ايوه انا عندك احكام ثلاثه تقول انت تبغى تنفذها قلت لازم تجيب الفي صح اي ها يلا وش الحكم الاول؟ تكسر العود حلو. الحكم الثاني ثلاث حبات بيض بيض ما فيه البيت يا يما ما بيض ليه لا تكذب لا تكذب لا تكذب ما تخيل ولدك والله والله ما تخيل ولدك اكذب والله ما في. طيب شجرة نملة حلو لمدة 3 دقائق 3 دقائق واجد يا سعد. دقيقتين حلو يا سلام عليك. الحكم الثالث تاكل 4 حبات فلفل هذا قوم اربع فلفل في هيل تبي هيل؟ لا ما ابغى هيل ابغى فلفل وحول ما في فلفل ما في الا حولي الدلال ايوه وحولي مباخر وحولي شاي وسكر وهيل. طيب تاخذ لك 3 دلال حلو دله في مينك ودله هنا ودله فوق تقعد دقيقتي واقف انت مصيبتك مصيبه يا عندك شاهي شاهي يمديني اسوي لا شاهي فيه يعني باقي فريش باقي شاهي مو بشاهي صب لا شاهي تلقيمه العادي. تلقيمه ايوه يا سلام موجوده موجوده ذي هذا اللي بو لا مو هبلبتن تلقيمه يا سلام عليك تاخذك شوي كذا غته ايه وتاكله لعبتي يسعد امك يلا يا سلام يا اصبر صديق اصبر صعد املي ايدك ها اشوف كتر شوي ذاك قليل يا اخي لا بس يا ما شوي 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 بس شوي نفذك يا يمتي يا جهلة اصبر خلنا كذا يكفي ها اشوف واجد ترى ارفع يدك ارفع يدك زي ما ترفعها اي اسحب اسحب شوي اسحب ها كله اعطوه كله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يمكن يضبط الصوت يمكن يضبط الصوت انت بتصور إيه عشان لا تجهل مني تطلع اخر وايد ما اللي ما تعرفه ما تثمنه اثبات معليش اثبات عجب ها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يمكن يضبط الصوت يا ما تدري ها راضين انتوا الحين يحكم علي كذا وينكم من قبل شوي ورني شوف هاي يلا اسحب بسرعه اشوف ذي هي ارجع عندك ماء جولة بالله افتح من مكسب للشاي شوي جولة تعال طلعني جولة طيب ايش فيك؟ كان معك لحمية هرز صل على النبي اللهم صل على النبي اثبت ايش رايك اطول عمر السلامة؟ ايش رايك اطول عمر السلامة واخذ لفة وتاخذ لفة واعود لا تعال جولة ما تروح جولة واحدة كل شيء مسموح انا ما تكفون يا الربع لا تخلونا شيروا البث اخر جولة يا اخواني ما عليه
كان اعطوني نفدقكم يا اخواني تعطوني حكم رجل يفنق. اي والله نفدقكم يا اخواني تعطوني حكم. ظني تسمم كولا وشاهي. آه تسمم موية باردة ما تصلح. في قهوة؟ لا لا كيف ما في قهوة؟ عندنا كذي بدون قهوة زينة بس. لا أساس ما في قهوة والله. داخل قهوة بس ما طحين. لا هنا هيل بس. ايوه ويش شاي وسكر. ويش وسكر وشاي. ملح فيه الداخل. وش داخل وين داخل يا اخي؟ ودي 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 اجرب اتمعي. يوم يقولون حط ثلج وملح يحرق اليد. تكبيس تكبيس يا اخوان. ها تكبيس يحرق اليد. وشو الملح ولا الثلج؟ لا لا طيب مو من العرب يقول حط يلا ملح ولا ملح سكر؟ تكفون يا الربع. يقولون يحرق بس انا ما ادري انا عنه. شدن البطن قد شاهي. الدبل الدبل يا عيال الدبل اللي يروح يسعد امس. اخو نوير الدبل يا اخوان لا يروح. احكام صعبه بعد الدور بالجوال. تسعة وتسعين أحكام صعبة وبوية سعد. دقيقة يمه دقيقة لبى يمه. بخير. هو مو رزينة بس انتو يا الربع تعالوا عندي ما عليكم منه. يا الربع لا يحكمنا شدوا حيلكم شوي. اسمع اي ايش اسمه الحكم الاول تكسر العود حلو. بعد كم ده الحكم الثاني يطول عمره السلامة. الحكم الثاني وش؟ الحكم الثاني تقطع السماعة. حلو. الحكم الثالث يطول العمر والسلامة. لقيت الهيل بيطق بطنه. غير الهيل سوي رياضة. طيب انت في نادي انت وش اللي تبي؟ اي ما ادري رياضة حسك كذي مرة ما ادري. اقول كذي لا لا امانة. شوف اشوف ما في والله ما في. طيب وعليكم السلام يا مرحبا. نام لا شجر لمدة دقيقة. يلا ما عليه. أنت الحين خليك تفوز أول. أعطني أحكامك أنت وش؟ لأنه أفوز وأعلمك الأحكام وش؟ ماني متوتر. يلا يلا يلا. الله يبيض وجهكم. لا انتم جميع جوهره. تبي ناخذ ذره ونرجع؟
جولة واحدة يا رب، جولتين نفذ نفذ وش ال نفذ. يا فلاح لا توني يا سمي، كذا كذا تخلوني يحكمني؟ هذا راح بني سعد كلهم حقين ايش اسمه دراما ودنيا، كذا تخلوني يحكمني؟ وش احكامك تقول لي؟ شجرة نملة ولا تبغى العلمي؟ شجرة نملة بعطيك حصانة. لا بنفذ. أعطيك علمي بنفذ. آمون علي دعم سامحك الله. سماح بيض الله وجهك، أما حصانة لا. الله يحفظ الوجه يا شيخ. مرحبا هداك الله. مرحبا يا مرحبا بك. ارحب يا ابو علي ارحب. الله يبقيني ابو جابر. ارحب يا ابو علي ارحب. الله يبقيك. مرحبا والله ومسهلا. وينك يا ولد مختفين؟ ما عاد نشوفك ولا عاد تبث. والله موجود يعني متمشي في ابها. علومك انت كم عرض معك؟ ايه اسالك بالله. اي والله في الخميس. الخميس وينك يا ولد؟ ما نشوفك ولا تجي مع القهوه. بالله بقيتك فشويه خلص اشوف والله. هاي بسرعة. طيب اسمع اسمع. أنت بطنك يوجع؟ أيوة أيوة. بطني والله مين خص من بطنك. يا سلام. أنا ما طلبت عشاء، قلت لك بطلب صح؟ أيوة. مخت جاي ما قدرت. ليه؟ نلعب جولة. أيوة. تفوز تطلب عشاء. أفوز دقيقة لا. أفوز أنا تطلب. أطلبك يا سلام. أفوز أنا. أيوة. لو اروح اجيبه. يلا جولته ولا جوله؟ دقيقه جولتي عشان الجحفله مسموح، ترى كل شيء مسموح. يلا والمطعم اللي اختاره انا والاكل اللي اختاره انا. يلا خلاص. يلا على الصدام وتكفى بالله شيلاتك عشان ما عندنا سماعات. بزبطك بزبطك. شوف عادي سوالف الحين لين يبدأ الدبل. إذا بدأ الدبل يطول عمر السلام عاد. يا ربي يا كريم أنت ربي. يا ربي يا كريم أنت ربي. عندي فكرة. أصبر أصبر. الجولة الأولى عشاء والجولة الثانية قهوة. لا جولتي محمد صل على النبي. اللهم صل. إيش رأيك في الفكرة ذي الحين؟ وش تقوم تجي مكاني هنا وأروح أنا عندك؟ ليه؟ إيوة إيوة. ليه؟ بس شوية. لا ما أقدر. شوية بس. الباب يدق. أنت سمع الباب. ايوه مرحبا. ارحب مرحبا بك. ايش كيف؟ الله يطول عمرك. وصل الله. الله لا انت الا الا دور الخامس ما في الا غرفه واحده. ايه ايوه لا انت يا حبيبي. طيب الله يعطيك العافيه. اطلع 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 بسرعة. اطلع 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 اطلع. شوف تبغى؟ لا ما ابغى. الله يوفقك. تاخذ ولا ابغى ولد احد انطالب كو دانكن؟ لا دونوس دونوس انطالب. شو عم تروحوا؟ ايه
توت عقب. اللهم لك الحمد. ليلة عرفة باقي عليها كم يوم؟ ضي اصبر. ليلة عرفة باقي عليها كم يوم؟ ساعة ترى قهرتهم والله لأني قهرتني أقسم بايات الله أنك قهرتهم. من يطلبه؟ والله يبيض وجه من طلبه ما أدري. ما أدري جاني طويل عمر سامي قام طالب دانك وقلت والله ما أدري أيوه طالب دانك وين يا أخي؟ عاد رديت ما أدري ولنا الجيران والله ما أدري بس ما في الدور الخامس اللحم صح ولا لا؟ يا ورع ترى كوبك كبير. يا رب انك ناسي شيء غالي في السطح ولا قم يا سعد علي قم قم بالله يقوم افتح لي الباب خلاص باخذ لي دان باخذ لي شويه قهوه وامشي لا خلاص اقول والله ما اسوي شيء والله ما اسوي شيء بعدين مقفل البابين غبي انت يعني بكسر الباب الاول مثلا طب لين كبر شيء ما شوي شوي بس الجولة بس ما انا ابغى السنين الجولة ورحنا اللي طلب نايف يود برد برا يا سعد اسمع منو ان بي اس اسمع نعم جهز نفسك عشان ايش اسمه تطلب شوي تطلب لا انا ما في 2000 يا ابو جابر احنا لا ما في لا والله ما في بس باقي جولتي الجوله الثاني طيب ما في مشكله ولي يمكن لي مو شغل وش تقول كنا حر هني اي والله حر عندك اي برد طيب تجي اي هلا والله هلا هلا يا سرايدي هلا والله مرحبا بس هلا الله يكثر خيركم الله يجعلني فداكم شكرا با غيدة دقيقة سديم فهد الحمادي مرحبا والله ومس هلا ورود دوان الله يجعلني فداكم مكبسين داعمين مستمعين مستمتعين طيب الجولة الأولى راحت بخيرها وشر شفت وين طالع انت تجيهن انا جاي عندي ولا لا ايوه تجي انت هني يلا اسمع الجو الثاني ايش اسمه خلي بقول نسمع على البحر يلا جوتان يلا جوتان بشلك الله يبيض وجهك الله يكثر خيرك اللي جبتانك شكرا اسمع الجولة الثانية هذه شغالة سماعتي لا
في اوراق هنا عادي اشوف. اخوك امون عليك صح ولا لا؟ اللي عندي عندك واللي عندك عندي. كلها فواتير يا اخوك، وش صحابك انت؟ اسمع اسمع اسلم اسلم. الجولة الثانية يعني ماني معك، ماني معك بالجولة الأولى خلاص، خليك تاخذ راحتك كل حاجة اوكي؟ ايوه جاهز. انا قصدي ايش؟ يا ولد ايش مخمول اليوم؟ معقولة ما في اكسجين؟ ايوه ما ادري ايش مالنا يا ولد. اعوذ بالله والله اني من يوم صحيت اعوذ بالله ما قدرت اقوم من الفراش. والله ما راح اشيك على حلالي ما لاحظت حاجة. وش؟ انه عصر في الخميس كويس، ظهر كويس، لا غربت الشمس، جا المغرب تكاك. ولد اعوذ بالله ما هو تكاك الا ودك ترقد تبغى تنام. ايوه 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 والله العظيم. محمد انصام نواصل اليوم للصبح ونروح نفطر برا وكل حاجه. ما الجدول بكره يا ابو علي كيف انتم تممتوا ولا لا؟ لبى قلبك انا في جاني فدوه ما يحتاج. ابيك انا في لك بيرسل لي في الواتساب يقول ارسل لي موقعك بجيب لكم عشاء. لا 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 جعلني فداك. اي والله تحدي انا فعساني فدا وجهك. اكو ابويا نايف جعلني والله فداك. لكن لا لا خله خله خميس معروف متكك. والله ما والله في جد في جداول بس المشكله ها يا ولد تممت ها بكره العصر على شورنا الاول. ايوه ايوه مره ايوه بس الساعة 7 يا ابو علي لازم اكون موجود في الخميس. ما هنا مشكلة ما هنا مشكلة الساعة 7 ما هنا مشكلة انا بروح سيارة واحدة خلاص تمام. اخواني ايش اسمه؟ الدبل 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 اخواني. تكفى يا ابو علي شيء. جوهرة مرحبا بس تبغى تفوز علي انا 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 ايوه ايوه انا اصلا سيدي ترى ودي كم مره ايوه تبدل مع ورود يا اخوان ما في شيء على عدل 175 اي شراب الحين الله اسمع الدبل اخواني الدبل ارحبي يا ورود ارحبي على الصدام يا سعد علي ان شاء الله الله يجد عليك ترحم والدي كيف مرحبا بك ارحب يا جوهره مرحبا بك ربعي يا ربعي مرحبا بك يا كي تبغى تفوز علي انا يا محمد انا 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 ارحب يا فا من هنا تعقو من هنا ارحب يا رب ارحب شكرا والله يجعلني بداك كي جوهرة شرطة بيض الله وجيكم روضة أخلا ولا عدم ما كنت سنكرس بيض الله وجه أنا أبغى جولة ثانية الحين ما عندنا خلاص خلاص أرحب يا رب أرحب أرحب وأرحب وأنا إخوان ترى الفرق قريب ترى فازوا في النفع ايش؟ ارحب يا كندر اسعد ام 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 امك ارحب يا ولد على الصدق ترى في جعبة ايوه ايوه ترى في جعبة يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ترى في جعبة انا هناك عامك يا تعبان تعقب انت حنا على القمة ومرقاع عسير ومسح نظام ما يصل لها يا رجال اوكي ما
مسموح جحفله مسموح كل شيء صح ولا لا؟ متوتر فيك متوتر؟ ماني متوتر ما انت فيك متوتر؟ اعرف نفسي واعرف مستوانا ونعرف مستواك. يا سلام تعلم مستواي؟ اعرف مستواك وبتشوف هذا الحين. اخواني شوف 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 كحل عينك كحل كحل عينك يا تعبان واطلب العدل. لا يجحفلون اخوان لا يجحفلون لا يجحفلون. جوال ثاني؟ ها؟ الجوال الثاني فيها اي توصيل؟ اي ايوه ليه؟ شغل 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 كمل كمل بيجحفلون اخواني ايه ارحب عز الله انك عرفت مستواك وتعرف مستواي كند الله يفك الله يبيض وجهك بيض الشحم والله لا غيدة ورود دانة هاجر اسماء سديم كاف جوان جعلني والله ما خلا ولا عدم منكم والله يبيض وجهكم بيض الشحم خلي جيب فاين محمد خلي جيب فاين يجي بلاش اي 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 الغبي فايز على جوله وباقي ذا الحين جوله الفاصل ولد وش تبغى من هنا فوبس اجد بثك وهاي ترخم من هنا الفاصل من هنا يرخم الفاصل 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 يو يا سعدان الله يوفقك كم ونيس ايش فيك فرحه تحسب انها خلاص خلصت ترى اني فزت الجوله الاول وفزت بالجوله حبيبي واما الجوله هذه جاتكم علشان ما نكسركم قلنا والله انا نحبكم ولا ودنا تحيين يضركم انت معي اذا انت كفو ها ومطلق ايوه خل خطك يتقدم ايش خل خطك يتقدم والله احنا نضبط اذا انت كفو سم عند شفت احتم طلق انا احتم يوم ما سعد يا سلام هذا كويس الطمك هنا والطمك من قريب اخواني تكبيس 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 الباص سعد وش الحركات هذه؟ والله يا اخو كنا عيله يزبط ايش فيها كذا؟ ليه ليش كذا طيب؟ والله اني معلم لا عادي عادي والله اسمع اسمع والله العظيم اني جائع اي امه كان نفسك بالقهوة يا محمد ايه نفسك بالقهوة ما هو بنا نفسي فيها انا اللي طلعت عند الباب واخذتها طيب واذا خذيتها ترى صبرك زادا من كوبي اللي شريتها بفلوسي الله يشكر ربك بيض الله وجهك ما انكر الجميع ايوه ايوه الدبل يا اخواني دبل معك هي صبر 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 لي صبر لي صبر الفاصلة الفاصلة هيا احتمها يا سعد ها اي والله لا احتميها كل الكلام هذا مع غير لا تقوله معي يلا والله انك تعرف مستوى تعرف مستوى ارحب يا رب اي والله بالعين اهلا وسهلا حيكم ولد حم انا بحم حن والله خليكم تفحم ترى الفاصل يا اخواني شرطه مرحبا بك ارحب يا شعلة ارحب يا ارحب يا شعلة حي والله للعين انا راهب ارحب يا ارحب ارحب يا كندر عندي كي الله يسعد امك ارحب 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 اركض من هنا تعقب
من هنا من هنا طراقنا من هنا طراقك تعقب حتى موقفك شرب فنجالها رجل ذروب البراجة شرب فنجالها مو بنت أنا أقصد لبى والله قلبك يا كي لبى والله قلبك ايه دارح بي دقيقة هو اسمه كندر صدق إذا أنت كندر السرديب ها عشان تأكل لبى والله قلبك متوتر 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 ليه ما ادري اسمعني يا ابو جابر ابغالي صحن ايش اسمه حق العائله اللي امس الشاورما انت معي عرفت كيف وعد بالله من الشطا ابغى اكثر الصوص البرتقالي ترى امس قبل امس ما في الا اثنين كثر الصوص البرتقال كوكتيل يا سلام كثر و اعطني عصير فواكه مشكل ما عندهم عصير فواكه مشكل عصير ربيع ما عندهم لغازيات خلاص ما احتاج عصير الجماله زينه لو انك تجملت قلت الله يجود عليك لكن الحين تدفع انت ويقولون العرب الله يجود عليك يا سعد يا مسكين بلا بشكل نعم يحق لي انت ام الجحفله تعال سم الصدق ترى بيجي حفلو انتبهوا انتبهوا بعيدة عنا صار اتحرجونا اتحرجونا نحقي صح نحقي القميو شوية بالله بيض الله فاء الله يبيض وجهك شعله رهف رود بيض الله وجهك عواش غيده اسماء لا خلا ولا عدل بيض الله وجهكم هذن نجود والله العظيم شكرا اذن شكرا لكم شكرا 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 والله العظيم اني داري انكم طيبكم وطيب روسكم ودكم ان احنا اللي نكرمهم ابشر والله بالسعد ابشر والله بالسعد والله اني صادق بالحكم 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 ايش بالحكم تعشينا بالحكم بأمر منا مهم منك لا انت ولي عندك بلا في شكلك اسمع احس 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 بيني احس بيني وبينك صدق 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 احس اني بديت يعني استمتع معك بما انك يعني خصم مهزوز معليش الكلام اقابلك في الصاله محمد ها طب اقابلك في الصاله بعيد عن البث انصابه قصدك ما ادري انت اسمع شوف تطلب دحين ونلعب جوله انا والله صدق 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 اني محتاجك تكون هنا واقف يعني زيك في الجدار هذا اسمعي لمده كم من جوله يعني فهمت لكن احنا نلعب جوله عرفت كيف تطلب فيها العشاء فهمت كيف اذا فزت في الجوله هذه على ما يجي العشاء توقف هنا زي الجدار طول لا, لا 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 جوله جوله كامله بعدك هذا حكم وتنفذ منها خلاص يلا بس اسمع ما معي الا جوال واحد انا ما بجيك بطلب من اطلب من بحولك الدرهم بعدين والله ما عندي الا جوال واحد يا ولد بجيك اطلب عندك بجيك عشان تضمن حق بصراحه كيف حالكم؟ بخير بسرعة
وسط ما رحنا. اوكي كم يدك؟ نحاك والله اني ما اعلم. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن اخوك؟ لا والله ما شافه. ابوني؟ لا. اي والله. وين راح؟ ما ادري طلع من دوره باب مشوار. طيب اسمع 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 بالله يشوف بالله يا اللي عندي عنز لكم شويه واجيكم يا واجيكم. لا بالله بالله اقعد مع حمينة وانا بروح اسولف مع حمينة على بال مطلوب. ها اسمع كيف اشغل الشيلات. أعرف ويا محازم السعد. تعال تعال اسمع سعد. بولد اللي عندك كلهم يقولون مسامحينك مسامحينك. حبيبي من عندي أنا. يا أخي كلهم يقولون مسامحينك. يا أخي ما يرجع لك. لا. ولد تبغى صحن كبير. صح العائلة كبير يعني. ايه ما قلنا الحين بس. ايوه اطلب العقد. بنطلب صحن كبير ونخليه يجون الشباب يتعشوا. يلا يا ولد حاسبنا يصرف الصرافات واجد هني. ايش اسمه ايش اسمه؟ الغامقة. اسمع. ها. الراجع الغامقة موجودة. يلا يلا ايوه ايوه. ايش اسمه الذهبية؟ البلاتينية. يلا. ايوه. وقف. وش في؟ ليش تحاسب صرافتي؟ بحول لك يا مسلم بس صرافتي عندك في الجوال ولا بعطيك بعطيك كاش. يلا بلشك يا ولد ضيعت اسم المطعم. ودك برصت محمد. قاعد اشوف انا هنا. اصبر اصبر محمد. ودك برصت صبرك انا مضيع والله اسم المطعم لكن اصبر. تيم انا مخفت الشنطه. ويز والله يا مطاعم هني ثقه. مين يبغى يجي مشرف حبيبي؟ مين يبغى يطرد من الاشراف يا حبايبي؟ دقيقه كم المشرفين اللي عندك في البث؟ الله سته. ليش سته؟ بسوي خصم. أوجه الله ما اكثرهم عندك. كم؟ هم 13؟ اي لازم نخفف منهم. لا 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 تخف خليك محترم. اقفل؟ لا لا خلاص سعودي. انا اسمع ايش رايك اخذ الجوال معي واروح وانت ترجع هني؟ ما تفتش. حسيت بالمسؤوليه يا اخي هني. ما تفتش؟ لا والله عشان بس اشوف اسم المطعم من عندك. يلا يلا روح اقلب وجهك. روح انت اول واحد. يلا يلا دقيقة محمد اعطني شرف. خلني اطلب زيت على المشرف في اللي عندك. لا 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 خلاص خلاص خلاص. يعني وجيهكم ورب روحي حبني اشتقت لكم. اوف اسمع يا ولد انا يمديني اطلع من. اصبر اصبر
هي والله اشتقت لكم يا اخوان، اقسم بالله احسكم فنانين كذا مهذبين، فنانين حتى العيال محمد مهذبين. بس سبحان الله يا اخي الواحد ما يرتاح لبته لي. ليش محمد ما تلاحظ حاجه؟ ليه ما يرتاح الواحد لبته؟ ما ادري يا ولد، غير يا ولد نفدك برست والله انا كارثة. بنبطي يا ولد. طيب خلاص صل على النبي. اللهم صل. لا تطلب لا تطلب لا تطلب، اسمع اسمع. ايه لا تطلب، خلها شوي. والله اني جيعان يا اخي. ها اطلب اي مطعم. خلاص اصبر، المطعم ذا الظاهر نقفل يا ولد، ما ادري وينه مع الطلعه. غن غن بالله غن غن. ايه الا بين يا عاده يا ابوي. لاقني جيعان ترى ما اعرف اسولف. صدق والله. ايوه محمد محمد متعب ركعان يقول انه موجود سنت كيف. ايش رايك النادي متعب ويجيب معه واحد ونقزر عليهم احكام وشغل كيف؟ المتجر والله المتجر مغلق الان يا ابو علي. خلاص خلا شو اسمه؟ اهلا اهلا الخميس احسن معك. يس عشك خلا بكره بخليه هو يعش. السلام عليكم. هلا متعب. هو متى كنت متعطل؟ كانك متعطل في ذمتك. هل انت فين؟ اشتراك ولا بنزين؟ بلد عن الرجال في الصالة. هي انت في المجلس متعب. لا تطلب. يا جيعان يا مسلم خلوه يطلب، انفوس عليهم، هو بيجي مع واحد. تكفى يا سعد تكفى، شغلها عندك سب. جوال معي. إيه جيب جوال، جوال. متعب كيف حالك؟ وش علومك؟ أرحب يا متعب أرحب. يلا حيا مرحبا ومسهلا. عندك هانجر ستيشن؟ عندك هانجر متعب يقول ما نشوفك. اسمع خلني أضيفك، اصبر اطلع وبرسل لك. اوكي دقيقة انت، دقيقة دقيقة ومنت. ايوه ابو محمد خي محمد خي ما كانوا يشوفونه. ليه؟ انا عندي شغل، انا اشوفه حتى انا اشوف بس هم ما يشوفونه. لا تحرجونا دلحين. كيف كويس دقى علومكم يا ولد؟ الله يعافيك. كيف الحال؟ مرحبا لي مليون. الله يحييهم. شو علومك؟ زانت علومكم يا مرحبا. باقي في ابها. هي والله هي والله ما يراكم. او يدك الديره تكفون. ايه يا ولد ضيجه يا ولد. لا والله مع المغرب تدري امانه ساعه تدري اجواءها كيف ثقه. تصحى من الفجر يا طويل العمر السلامه تجيك جداول لا اله الا الله. اما تصحى المغرب تدور جداول لا تدور، لا يعني جوها بس في النهار بس. انا اشهد. ايوه تكبس الصفر واد السوده. ما عاد حد راح السوده. ليه؟ اي أيوة والله نسينا. صح لا أيوة. لا رحنا لها بقى في حد. محمد تتذكر زمان يكون روحنا السودة يمكن نلبس الطوق ذاك الورد. اي والله ايوه ما كنت سلك لي. دقيقة بالله يا اخي يا ربع لي دقيقة. يلا يا فروسي والله العظيم ما كان ودي. ايوه حسيت انا ما سلك. القم ازالة يا فارس. كل شوي واحد يسوي ازالة وكل واحد يسوي كتب وكل ايش الكلام هذا؟ و 12 مشرف والله العظيم منها كثير صدق. ما قلت لك انا قسم بيت الله اصبر. حطني مشرف يا محمد. قفل بثك وتعال عندي. واحطك انا مشرف من عندي مني. دقيقه يمديني احطك مشرف الحين؟ اصبر. لا عندي اسوي لك بلاغ. حتى ولا تسمعوني. ايوه 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 والله يا الذي نفسي بدا يا شبكه الدير انها جاب الضيقه. هي ولا بها؟ الديره. يا سلام اجيب لك رابع يا متعب. اجيب لكم واحد. جيب لك رابع لان احنا يا طول العمر ما لقينا احد يهزمنا الصراحه. اتحداكم من هو؟ مرحبا
أنا جاء يا ويلي ويلا وين فارس؟ ولد والله العظيم ما عاد أقدر أتحمل. طب اطلب أنت كل حيك اطلب. قول آسف. آسف أطلب أنا تعطيني أطلب بسرعة تضبطنا. إي والله قم تعال بس بأعطيك. إيش؟ أقول يا خدا شبك يعني. دقيقة دقيقة الرابع بيجي. ما لا ما يجي يا يمك. عجل يا محمد. خلاص أنا بطلب ولا تعال. لا مرحبا يا فواد. هلا فواد هلا 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 كيف حالكم؟ هلا والله شلونك؟ والله الحمد لله كيف حالك انت؟ خفوك بالسلامة ما بين شوقي وظلي يوم لمحت الذي صار صورني واقف محلي يوم لمحت الذي صار صورني واقف محلي. ايش عنده سعد الشيري؟ اي سناب ابن شهر هد يخليه الشرف اطلع في سناب متعب بالرقعة. الشرف لي الله يطول عمرك ابو عليان. متعب متعب انت متعب رقعان في السناب بس في البثوث لا. ابو فكري حق باب. لا 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 الله يسعدك. ايش هذه الاضاءه؟ ايش هذه الزيوت اللي حاطها؟ كيري الله لا يستر الله. ابلع ميوت ابلع ميوت خلص من الطرق. يهون يهون مدري ايش اسمه ذا قلبك مدري ايش علي. شباب صلوا على النبي. اللهم صل اللهم صل على محمد. كيف حالك؟ يلا حي مرحبا لي. عندكم مستوى والله يطول عمركم ما الحين نسولف وكذا وكذا الصراحه عندكم مستوى. ايوه لك حيل تجمع دراهم ايش وتحكم وتروح. كيف كيف لك حيل تجمع دراهم وتحكم وتروح. ايوه الصراحه ايش استفدت منك يا اخي اسولف معك ايش بس فايده بس السوالف مالك حيل فيها. إيه يلا يلا السوالف لها فايده ما لها فايده اقبل الصدام. مين انا ولا واحده اشخاص نو شيلو شيلو انا بنقلي اخوي يرقص من ذا. محمد تبي حرق ولا عادي؟ حرق شد يا اخواني شدوا من اللي هبلي حمضيات الله يهبل حظ من عند ربي. بيبسي يا متعب شل الفلتر انت احسن بدون فلتر شوف وجهك مزيت. انا معتك ميوت من قبيل ابلع ميوت. اوكي السلام محمد ابلع ميوت. كيف استعد يا عبد الله خايف وجابر. لا لا محمد تعال يا ابو علي علو حدة الموقع. لا ايوه 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 والله لا شخصنا. الو شخصنا كلهم ميوت ميوت والله ما اسمع رجال منكم. بس يا محمد انه اذا جاب يدق الو شخصنا الو شخصنا يا غلط طلع يدق تكفى يا سعد والله. كملوا 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 ولا الدبل 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 اضربه الدبل اضربه حلوات ارحب يا حنين اضربه في الدبل. شباب امانه بالله فواد انتوا متعب واضحين انكم تفوزوا صدق صدق والله. نعم. يا حبيبي ما نراكم شيء صدق ما ادري ان شاء الله بس على وجهه. يا اله الا الله يا اخواني يا حكم مجهزه لكم ارحب يا انجو الدبل. شوف 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 شغل شغل شيت هذا اللي ابغى استعد اضربوا تريبل انتبهوا اللي يصير والله وجه ما فو يا ويبا متعب فواد ارحب يا شيخ. وش اقوى مصيبه صارت عندكم
هين قصدك؟ في البرنامج. أقوى مصيبة؟ أيوه. أني عرفت العلبة دي؟ لا لا صدق صدق يعني شيء صار قوي قوي. اسألني تكفى. أيوه ها كلكم سؤال موجه لكم كلكم. لا لا كيف قصدك؟ ما أنا ما أشوف أنها مصيبة بس. فيه سعد سعد ما فهمت سؤال. سعد من ضمنها متعب رقعان أعلم يا متعب. وا ترى عندي بطل صيام مو بطبيعي دريت. طلبت. دندن يا ولد. يا ولد فهد ما اسمع صوتك. كفو يا ميم ولا يفوزون يا ولد لا يرحم. سعد الشهري جولتين. لا جوله. لا جولتين. جولتين. خلاص ما في مشكلة. جولتين. ها علمونا. ولد أنا ما أسمعهم. هم هبوا الميوت. أنت ظني تبغى تعطيني ميوت أعطيتهم. مجنون أنت. معكم ما أعطيناكم ميوت يا أخوان تخيلوا بالله نعطيكم ميوت. ورب المصعب إنه لا ضيق. لما سمعت أصوات. يروحون يا ميم كفو. علمونا ولد كيف يعني مصيبه هاي يا سعد ايوه ايوه يعني هده ولا حاجه ولا ما هي بهده ايوه يا اخي خروجنا مع ريان الساهري والله انا شفنا مصيبه طيب لا يعني شيء صار يعني ما حد درى عنه ما جاء في البث شيء صار في البث معلم يا متعب سعد مو هي تصدق يا عمتي هذا السؤال عندك انت عطنا انت في نسختك شيء ما يدروا به العرب انا ما ادري كنا نهرب كنت امانه كنت هرب انت اي والله كم مره قد هربت كثير من وين تهرب كنت مشكله انت كنتوا في موقع فنان انا اذا هربت فين اروح دي فين موقعكم انتم فنساح في المزاحمية نهرب بنروح المطعم ناخذ لنا صحبة ونعود تدري إذا هربت يا كنت تهرب يا متعب تفوق أنا طيب تدري إني أنا مرة النسخة كاملة 18 واحد مطلعهم من البرنامج يا ولد أنا ما أسمعهم أنت أسمعهم أنا أسمعهم ها أنا أسمعكم كلكم سعد كنت نط أنا أسمعهم لو أعطيتهم ميوت لا ما أنا معطيهم ميوت إيه؟ سعد ما يرعون يا ميمو عليه مريم كذيو ايه يا رجل ولا تراني ما اسمع امانه ايش ذا يقول امانه ما لا دخل متعب رقع لا تسبك كذا هو ما يسمعك ميم بيض الله وجهك اسمع يلا تعال ايش حكمك يا سعد الشهري ايش حكمك لا لا الحمد لله ايش حكمك متعب العربي فاز عليه انت فزت عليه ميم بيض الله وجهك شكرا يا ميم عسى الله يسي يا متعب ما تعرف سعد واجب بنقالي ذي ملي على المجافل يا خديق اصبروا يا شباب انتوا الحين تسمعون بعض كلكم انا اسمعكم الله اللي يسمعنا كلنا يرفع ايده ولد انا والله ما اسمعهم الاثنين انا ما اسمعهم الاثنين تسمعني انا بس الحال قطع الميوت وفك عند على القبول يا متعب اقبل ولد قول قطع الميوت وفك اضغط على اسمنا وفك ها اضغط على سميهم كذا افك الميوت كذا لا ما نعطي ميوت عادي يعني سوى خليه يسويها اطلع دقيقة اقبل جوالات اقبل الجوال لا 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 دقيقة هذا الرجال هي يا محمد جابر سعد دقيقة انتبه لا انتبه ادري وش اللي في خاطر ما اراكم شيء مع الصدام اسف محمد طلعت بالغلط البدايات كذا يا محمد خلاص اسف طلعت بالغلط ولد طلع متعب اصبر ايوه طلع متعب ان شاء الله يسي يا متعب او بنقالي تعرف برنامج ايمو متعب خلوه يا متعب تسمعنا اسمعكم الله يبلكم حظ ها وياك مرحبا يلا هداب يا سعد دقيقه تعال وش اللي جوله يا متعب من جولتين سعد ايش قلت انت يا سعد؟ والله قلت من جوله غير عيف والطمر. ايوه طمر انا. انا اعترف اي والله انا شو قاعد اشوف. الله يا ابو عاد قول امين. ليه ليه ليه؟ ليه الله يسلط عليك؟ لا يا شباب انتم نسخة واحدة يا شباب غلط اخذتوا نسخة واحدة اظهروا الحب والمودة بينكم. اسمع اني دريت والله الذي نفسي بيده انه يجيبها غايبة. تكبس! الله بيرد يا اخواني تكبس كبسه. لقدي برضو بعض اطلب حليب نياك اسمع ولد ها ده الحين ايش اسمه الناقه عندكم في البرنامج بذمك قعدت 3 شهور هي معكم ها ترجع
وحلي عن بطنه. هو انا عاد الناقه يا بالله شفتوا مقطع عبد الله العلياني يمطح من ناقه؟ مقطع والله اني معلم يا ريجل. انت صادقي؟ لا اذكر اللي يوم اضرب هذه فوات يمطح من ناقه فوات. لا يا اخي الله عليهم يا ولد. جابوا لهم رياق ام جابوا لهم خيول يا ولد. ما بسط ما جابوا لهم كل شيء مع حتى البلاي ستيشن كان موجود يوم جيت ذاك يوم. شفت المي ايه انت شفت يا محمد يا اخي برنامج شوفك يا اهلا احس انها كويس. قول لي ليه تخش متين تطلع الحي من كثر ما تجفل تروح هنا فعاليات كلها. انا دخلت الحي وخرجت متي معي زود ومعي ابونا سبع حمضيات يصير الدبل حقت الدبل. ايوه طيب اسمعوا انت يوم كنت في برامجكم يا سعد يا محمد كفلوا كان عندكم فقرات واجد واجدين. كم كان عندكم فقره يا محمد؟ بعد ثلاث حلوات اخر فقره حطوا عندي عند فؤاد. ها انا كنت اصير ريالتي بس حضر ريالتي بس. ايوه امانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها صح ولا لا؟ صح. كيف ريالتي عندك فقره اسمها ريالتي بعد ثنتين؟ لا اللي تجفل فيه ما في فقره ما في اسئله واحده خلني التهم يا اخي. جات عندنا حن فقره ارحب فنانه لكن كنسلوها. ايوه يا اخي حقت جات مره واحده وكنسلوا حقت محمد شخبوط كورده قام بها فعاليه مبسط ارحب ارحب يا مستوى ارحب الطمة اصع واسمع كلمه اصع محمد شاطر. خل حن ما نضرب بعد الدبل. ايوه ما تدري انه يقول توي ذا الحين بس ما درت عنها كندر ذي والله ما اعلم والله. شكرا بيض الله وجهك اسعدني والله افداك بيض الله وجهك حيك والله يجعلني فيديو يا مستوى. سعد انت سالتني قلت كم عرض العقوبه؟ وش هو؟ انت كبير تسالني تقول كم عرض العقوبه؟ انا معك زي تبين ليلتنا على حالها. اعطيته الميوت حتى اعطيته الميوت والله لان الشيء والصوت ازمع كل شيء نزمع. المنشدين محمد جابر وش اسمه اعطيتكم ميوت دخلني قول ما دخل اسلم. أوكي. انت تقول قبيلة كيف المعرض؟ لا محمد اني اللي قال فوق محمد ولي يسالك انت ما قررت النوت امانه محمد والله الذي لا اله الا هو ما طر ريحه المعرض بدم واد يعني انا ارضخ يا ريت حتى انا والله اني ما طريت المعرض انا طرت العطور هذه يعني ما انا ارضخ والله ما اعلم. اوه يا ما صدق ولد كم يبغى دقيقه هذا اللي انت مرسي انتبه لجوالك الطلب جايك بالطريق امانه بدق ايه بدق هنا اساسا عندنا حصانه منهم كلهم يا شو السؤال ولا اسمع كلمه اي اشوف سمعت مالك محمد طلاقي ما وقف الا في الشاليه خل عنك محمد اذا غمست لك والله عم بسكور صدق عم بسكور صدق شو اذا غمست لك ما يسويها ولد جابر يعني ايش والله يا سعد ما يسويها ابو علي والله فواد دقيقه فواد تحكم من انت هو كان ترى هو كان في برنامج استوديو ما كان برنامج اسمع تحكم من عطني سعد وانت ابغى يا متعب عطني سعد اذا بتسوي الحركه هذه والله لا سامحك والله وش هي اذا انك بتهرب علمني والله لا سامحك اذا قلني بهرب بس سامحني اقول اذا بتسويها بتهرب علمني من الحين اسامحك لا 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 تعني والله فداك يا مستر اسمع محمد جابر شكرا لدعمكم كلهم ميمه ونايا كلكم شكرا بحج مستوى شكرا والله وجهك يا مستوى تعني والله ما عدمك يلا انا بحكم سعد بسوي ميوت لمحمد سوي له ميوت يا سعد
تدري يا محمد جابر اقول سعد شوف طالب البروستد اسمعي اها يا اخوك يعني وشارب قهوه طيب ايوه سلام سلام بصرك بصرك تصرف اسلب القرع عندك صفر لي بكيفك طيب عافية اعوذ بالله من كابليس اص افتح الباب محمد افتح الباب اصص محمد 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 ايه محمد ايش ابغى محمد ها محمد افتح الباب العشاء جاء ايوه ولا اسفهك والله لا يسفهكم صبر شوي يلا يلا انت عشاكم جاي سعد سبيك سبيك سعد اخوي انا اخوي والله الجو عشان باقي ما قد جاء سعد ليك حلو منو ما اخوياك المريدين دقيقه ابغاك تسوي لي ليها النور ما يعني والله يس يا متعب اشوف متعب عطونا احكام يا دعم نبون نحكم حن طلبنا برست بس ما حصل حسابكم ايوه ايش بدي معكم اني انا بكبر بروست ما تقوم تروح ما تقوم تروح تعشون انتو كان لك بسوالف نص ساعه انتو من السلام عليكم بعد امانه سلام هلا عليكم انتم من ابا والله ما مدانا نشبع ولا نقابلكم ولا نسولف معكم هلا عبودي مرحبا لي متعب سويتان انت ايوه انت تشوف انا فواد يا اخوش السكور والله جلدتهم فوادي يا رجال هذا الشغل يا حبيبي حجم العينات حجمهم حجمهم اي رجال احتزم طلع الكل احط قاعد قاعد انت معاك والله كذا على الفم اسكر بس كذا اي اي هذا الشغل هذا الشغل انزل الحكم الاول ما تاكل معهم محمد جابر ابغاك تروح تمسك عبد الله الشهراني الحكم الاول وتغزل فيه بس لا تغزل تغزل والحكم الثاني لا 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 الحكم الثاني يا حبيبي هاطلبوا ترى غدا الحكم الثاني ايه بالله ليه ما قمت تروح تعشون كلمت البراند اللي عندك لا لا طري شوف الاحكام في البراند مقفل الايام هذه خاصه الايام هذه تسمعني ايوه ايوه ها صلعني ابو علي ايش اقول صلعني يلا طيب خلاص محمد الحكم الثاني يا طيب عمر السلامه خلاص يلا معني سعد لبيك لبيك والله انا اسمعك خليني اعطي دي ميوت ها لبيك اسمع ابو عليان بما ان متعب رقعان اول مره يدخل معك طول الله في بقاك ايوه مسموح الله يرحم ابوك الله خلك دقيق حبك يزيد غلط غلط يا متعب هذه اول مره بس غلط يا متعب حتى لو اول مره لانك لو طحت في دي ما راح تسلم الوعد قدامي لكن بانية. لكن كل درسه كل شو اسمه كل دقه تعليمه. كل درسه بتعليم كل درسه بتعليم لا كل كل دقه بتعليم اوكي اوكي خلينا نشوف احكامه والله يا فؤاد حكم اعطيته سعد ها تسمعوني ها دق ذا حسبتها العشاء بس طلع اخو عبد الرحمن اخو محمد لكن شباب الفرصه الطيبه الله يستر عليك خدمه ولا مثلها ها خله بينفذ بينفذ اصبر لا تسوي شيء والله الذي لا اله لا والله ما يسوي شيء يجلس ساكت وراك استانس اسحب بالله خليها مزطري تعال برك ضار لا خلاص ايوه خلاص ايوه ما تكلم اسكت يا محمد جابر يا فؤاد فؤاد محمد جابر تكلم فؤاد الله ارحم وش حكمت محمد جابر ابغاه يكون يعني ورا مزهري يعني ورا سعد متك ساكت ابشر لي ولد عمي يغطي عليك عيني مين ترى شوف شوف باخذها حصانه والسبب انت يعني والله فداك يا مستوى الله يجعلني فداك يا فؤاد خذها خذها حصانه خذها حصانه يا سعد ها سعد واحد اثنين ثلاثة بدرسك يمه بس بن محمد ها
بعد دقيقة. وادي تتوقع حكمت سعد. وش حكمت؟ ما يبي ما يتحرك صح؟ ما يبث ايش؟ هو بكرة كله ما يبي. بكرة ما ورب الكعبة يا سعد انه بيعطيك تعرف من الرابع لخامس. خل لا يا سعد. لا 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 بدال خامس والله كيف عاد؟ كيف عاد؟ هو انت قلت ميدا ما يتحرك صح؟ ايوه. الا اذا جاء هذا. تعال حنا على القمة ومرقها عسير ومسح الرضان ما يصل لها ومسح الرضان ما يصل لها بالله يا اخواني عطونا بالله نبى ممكن انكم انتم يعني افهم مني وكل حاجة عطونا يعني زي ما اقول لكم شو اسمه تساؤل كذا كذا تساؤل ولا موضوع نتناقش فيه نستفيد كذا من بعضنا ايش رايكم اي نعم نعم اي عطونا كده موضوع فنان مفيد نتفاهم فيه هي وش مالكم انتوا تهاوش فيكم يا اخي شو اسمه في حسابنا جميل في تويتر صدق بوركي ما اصبر ايوه في تساؤل يقول ما هو اغلى شيء في الوجود بالنسبه لك وتعتبره جوهره ثمينه تملكها صدق يعني كل واحد يعطينا وش يعني اغلى شيء عندك في الوجود هنا سعد الشهري الله يرحمك اهل والدي الصحة